السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. لايف جديد كما وعدناكم دائما وابدا من قلب المحل ديال تشتم الليل ومن طبيعه الحال قلب المحل ديال سوق القريعه. تنديروا دائما دي فيديو على المنتجات التي تسهل الحياه اليوميه، المنتجات اللي كتلقاو بزاف في المواقع الكبيره بحال علي بابا، علي اكسبريس، شين والمواقع الكبيره. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش يتقداو ولا كيخافوا يحطوا لي كارت ديالهم ولي دوني ديالهم في المواقع الكبيره، اليوم عندكم الفرصه بمحل توب ارتيكل بمنتجات اللي ان شاء الله غادي تنال الاعجاب ديالكم واللي جديده في السوق. اول حاجه كنبغي نشكر كاع الناس اللي تيتواصلوا معنا عن طريق الخاص، امتى غادي تحلوا امتى غادي تحلوا. حنا دابا الحمد لله حلينا واحد الاسبوع، واليوم ان شاء الله اول لايف بعد العطله. نتمنى تكونوا دوزتوا العطله مزيان وتكونوا يعني استريحيتوا واستقبلتوا الرسائل اللي تيصيفطنا الله سبحانه وتعالى بحال هذه المناسبات الكبيره. واليوم ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم كاع المنتجات الجديده، راه جاوا منتجات واعرين واعرين بزاف بزاف، وكل حاجه لاش كتصلح غادي نبارطاجي معكم خطوه بخطوه مع الاثمنه بطبيعه الحال. وان شاء الله غادي نوريكم كاع لي برودوي اللي كاينين اللي متعلقين بالصواعق اللي تيديروا الناموس، بحال هاد الاجهزه اللي كتستقطب الناموس وكتقضي عليها مباشره، سواء اللي كتحط ولا كيتعلق، المنظمات، التويشيات هادو ديال الحمام ديال السيليكون ضد العفونه، هذه قاتله الناموس، المصلوح هذا الجديد اللي داير ضجه في الانترنت ها هو توا جبناه لكم، المنظمات هادو بصفه عامه، علاقات ديال الكراطه هادو، يعني بزاف ديال المنتجات ان شاء الله غادي تنال الاعجاب ديالكم. بقاو معنا حتى الاخر لايف وان شاء الله غادي نوريكم كاع المنتجات. من طبيعه الحال ما كاينش غير هذا الشيء، هادو هما اللي اختارين لكم اليوم في هذا اللايف هذا. وان شاء الله كل لايف غادي نديرو واحد 20-25 ارتيكل غادي نهضروا عليه مزيان ونفصلوا عليه مزيان وغادي نعطيكم كل حاجه لاش كتصلح. فملي ما كيعرفش شنو تنديرو في المحل، شنو هما المنتجات ديال توب ارتيكل؟ المنتجات ديال توب ارتيكل هي جميع المنتجات اللي كتسهل الحياه اليوميه، سواء في ترتيب ولا تنظيم البيت بطريقه سهله ولا بسيطه، وبطبيعه الحال تنظيم الحمام، التويشيات اللي تنحتاجو اللي كيسهلوا علينا ويوفروا علينا الوقت في التنظيم وفي الترتيب بطبيعه الحال، يعني بحال التويشيات هادو. جميع المنتجات اللي غادي تلقاو في المواقع الكبيره وكتخافوا انكم تشريو منها مثلا لانك تشوفوا صوره وكيجيكم حاجه اخرى، هنا عندكم الفرصه محل توب ارتيكل كتجي كتقلب عفش كتشري. الناس اللي كيتيقوا فينا راه ديجا كنصيفطوا لهم لي برودوي، كيصيفط لينا غير سكرين شوت للمنتجات اللي بغاو، وحنا ان شاء الله راه كنصيفطوهم لهم حتى لعندهم، كنجمعوا لا كوموند مزيان، كنونباليوها مزيان، كنبقاو مسويفي لا كوموند حتى كتوصلهم بخير وعلى خير. فكنبغي نشكر كاع الناس اللي تيصيفطونا دي ميساج واعرين ديال الشكر ديال المنتجات راه تيعجبوهم، ديال الناس اللي خداو عندنا منتجات راه كنصيفطو كنحطوهم في لاباج ديالنا، يعني الصور ديالهم كاع الناس اللي كياخذوا عندنا المنتجات كنحطو الصور ديالهم وتنشكروهم من هذا المنبر على لي ميساج ديالهم وعلى الصور وعلى لي فيديو اللي كيبارطاجيو معنا. ونعطيكم لادريس دابا ديال المحل ديال توب ارتيكل بتشتم الليل. فبالنسبه للمحل ديال توب ارتيكل بتشتم الليل هذا هو مسجد فاطمه الزهراء، هذا مسجد فاطمه الزهراء وهذا هو شارع الادارسه. اللي ما عرفش غادي نصيفطوا ليه اللوكاليزاسيون، يصيفط لنا في الواتساب. هذه هي مقاطعه بدر كاينه لهيه، هذا شارع الادارسه، هذا تو دروا مسجد واحد اللي كاين في تشتم الليل هو هذا مسجد فاطمه الزهراء. الباب الرئيسي ديالو مقابل معاه محل ديال توب ارتيكل هو هذا، او منتجات تسهل الحياه. وكاين هنا السي مصطفى كيدير داكشي ديال المواد البيو، يعني الارغان، زيت العود، التمر، اي حاجه زوينه غتلقاوها عنده. فغادي نهضروا اليوم على المنتجات اللي كاينين دابا حاليا اللي جاوا في المحل. اجي السي البهجه عطينا خويا شد لينا بحال هكا، غادي نبارطاجيو مع الكليان هاد المنتجات، هاد 25 ارتيكل وغادي نشرحوهم مزيان بطبيعه الحال باش كل شيء يكون فاهم لي زارتيكل وكل حاجه لاش كتصلح، باش اللي جا مقصد تيجي كيجي سكرين شوت عطيني عفاك هذه عطيني هذه، باش كنسهلوا للناس. اول حاجه غادي نذكر بها هي لي برودوي، كيفاش ممكن انك تعرف لي برودوي ديال اللي كاينين عندنا في المحل، يعني كاع المنتجات اللي عندنا في المحل كيفاش تعرفهم، يعني كيفاش تاخذ فكره على المنتجات. كاين هذا الكارت فيزيت، كارت فيزيت هنايا غادي نعطيكم الطريقه اللي سهله وبسيطه بطبيعه الحال باش تشوفوا لي زارتيكل اللي كاينين، كيفاش تعرفوا لي زارتيكل اللي عندنا في المحل، يعني كل حاجه لاش كتصلح. مثلا شفتوا هذه، هذه لاش كتصلح،
حنا حاطين لي فوتو ديالنا في لا باج، سواء في باج فيسبوك ولا انستغرام ولا يوتيوب، يعني حاطين لي فوتو يوميا، كنحطوا لي فوتو وكل حاجه كنحطوا عليها الشرح وكنحطوا عليها الثمن. بالنسبه للناس اللي كيقولوا لنا راه بغينا الثمن ديال لي زارتيكل، حنا اي بوست كنحطوا عليه الثمن ديالو، ولا كان فيه لي كاليتي كنديروا من الى، يعني هذا البرودوي هذا كيكون فيه لي كاليتي. نعطيكم مثال بسيط، مثلا كاين هاد العلاقه ديال الكراطه، هادي كنحطوا الصور ديالها، هادي علاقه ديال الكراطه باش كتحط تنظمي هنايا الكراطات والشطابات بطريقه سهله وبسيطه. هنا كاين واحد التويشيات هادو كتعلقي فيهم لي تخوك اللي بغيتي، مثلا كتلصق بليفيتات من طبيعه الحال باش كتكروشها مزيان. هادي كنقولوا مثلا هادي علاش كتصلح، كنحطوا الصوره ديالها في لاباج وكنقولوا هادي علاقه الكراطه والشطابه باش كتنظمي العلاقات والشطابات بطريقه سهله وبسيطه. هادي كنحطوا الصوره ديالها وكنقولوا الثمن ديال هادي كيبدا من 59 درهم حتى ل 99 درهم. اشنو كنقصدوا بهذا الشيء؟ يعني هادي كاينه هادي وكاينه هاد لاكاليتي وكاينه هاد لاكاليتي. نحيدوا هادي ديال الالومنيوم ونبقاو غير في هادو ديال بلاستيك. هادي كدير 59 درهم، هادي ها هي بلاستيك كدير 59 درهم. هادي لاكاليتي بروميان ديالها هي 89 درهم، باش الناس كيكونوا عارفين، حيت في الاول ما كناش كنبارطاجيو الثمن لحقاش كيكون لي كاليتي وخاص انسان يجي للمحل باش يشوف لا كاليتي. دابا حيدنا هذاك المشكل، ولينا كنقولوا الثمن كيبدا من الى، يعني هاد من تلقى في الان بوست محطوط في لاباج كتلقى الثمن من الى، يعني فيها لي كاليتي، فيها حاجه مزيانه وفيها متوسطه وفيها حاجه عاديه. هذه كدير 59 درهم، هذه كدير 89 درهم، هذه كدير 90 درهم ديال الالومنيوم، كلهم نفس الوظيفه غير الكاليتي تختلف. مثلا هذه كتشد مزيان تصبر لك بزاف ديال الوقت، البلاستيك ديالها نقي ما يشدش العفونه بزاف د الحوايج، ما كنخيبوش السلعه بسلعه، ولكن كنعطيو على حسب القدره الشرائيه ديال الكليان. كيبغي حاجه مزيانه كاينه، بغى حاجه عاديه راه كاينه. هذا اول منتج هو علاقه ديال الكراطه والشطاطب اللي هو هذا، فيه ديال البلاستيك، فيه جوج ديال الكاليتي، فيه هذا الموديل وفيه هذا الموديل هذا. وكاين هذا ديال الالومنيوم، ها هو تبارك الله ما شاء الله، صحيح ما يصديش واخا تكون اونفاس مع البحر، بالنسبه للناس اللي تيسكنوا في المناطق الساحليه والمدن الساحليه بحال المحمديه، زناته، دار بوعزه، سيدي رحال، اسفي، كاع المناطق الساحليه، اكادير، الشمال بصفه عامه، يعني هذا كتحطو كاين حتى لي زاكسيسوار ديال الالومنيوم ديالو، يعني حتى هما ما كيسداوش ومضمونين مدى الحياه. اي حاجه صديت عطيناها لك وصدات لك جيبها ودي فلوس. هذا المنتج الاول. المنتج الثاني اللي هو هاد الصنداله هادي العجيبه. هاد الصنداله هادي علاش كتصلح؟ هاد الصنداله كتصلح بزاف الناس الكبار اللي ما كيقدروش يتحناو. اول حاجه ما تقدرش تحنا، ولا شي واحد عنده الم الظهر كيبغي يغسل غير رجليه، يعني هادي فيها فونتوز كتحط بحال هكا، كتلصق في لافابو، كتلصق بهاد الطريقه هادي، ها هي شدات تبارك الله مزيانه، وفيها واحد الحكاكه ديال القدام باش تحك بها القدام ديالك، ها هي سهله. وهنا كدير واحد شويه الشامبون وكتخشي رجليك اوتوماتيكمون، كتشيط لك رجلك بلا ما دير يديك بلا حتى شي حاجه. هادي الناس الكبار اللي ما كيقدروش يتحناو، الناس اللي عندهم الم الظهر، السيدات الحوامل حتى هما كيكون عندهم مشكل باش ما كيقدروش يتشكاو، كيبغيو يغسلوا رجليهم، كي مثلا فيهم شي حاجه كيبغيو يغسلوهم، تديرها للدراري، كتزعم للدراري باش انهم حتى هما يغسلوا يديهم رجليهم، يعني واحد الطريقه سهله، تجي بحال شي لعبه في الحمام باش كيغسل رجليه، يعني تبارك الله ما شاء الله زوينه وكاليتي مزيانه وكتشد مزيان، كتشد مزيان. هذه كانت الثمن ديالها 150 درهم، درنا لها 99 درهم بهذه الجوده. ديما كنهضروا على لاكاليتي، ما كنهضروش على ماشي نجيبوا حاجه بحالها ونقصوا الثمن نقول لك ها هي عندنا حنايا بالثمن قلو قد القد، يعني كاليتي مزيانه اللي غتصبر معاك، فونتوز ما غاديش يعيا، غادي يبقى تيشد مزيان باش كيمنع الانزلاق فاش كتكون كتحك رجليك. هذا هو المنتج الثاني اللي دابا حاليا فيه ثمن جد مناسب. كاين لاباراي ايرويك، هاد لاباراي علاش كتصلح؟ كتصلح الحمام، كتصلح الصالون، البيوتا، الغرف بصفه عامه، يعني البيت بصفه عامه. هاد لاباري هادي كدير فيها واحد الرشاش اللي هو هذا، وفيها واحد البروغرام كتبروغراميها، يعني كل مره كتشعلها، ها هي بغيتي 9 دقائق
ولا 18 دقيقة ولا 36 دقيقة، يعني كل 9 دقائق دير رشة، كل 18 دقيقة دير رشة، ولا كل 36 دقيقة كدير رشة. وطبيعة الحال هذا الروشاج ملي كتسالي راه كتباع سواء عندنا، المهم تجي وتلقاوها عندنا إن شاء الله. هذه كتجي معها ريحة غراتوي، يعني كادو دو لا ميزون، كنعطيو وحدة فيها كتكون معاها هذه، كتبقى تعطر لك الجو، كتنقي لك الجو من الشوائب، لكن شي ريحه ماشي هي هذيك. ولا في الحمام اغلبيه الناس كيديروها في الحمام باش كتعطي واحد الريحه زوينه، كتبقى لك دائما ريحه زوينه في الدار. هذا هو المنتج الثاني، هذا كاليتي مزيانه، لا مارك ديال سبليون، كانت ب 120 درهم، درنا لها 99 درهم فقط، يعني اثمنه جد مناسبه. واهم حاجه اللي اهم من من السلعه والثمن اللي هي الجوده، حنا كنركزوا على الجوده، ماشي غادي نجيبو يعني كاليتي عاديه وغادي نديرو هرز دقدق وغادي نعيطو للناس نقول لك سير بيها وجيو، راه عندنا اثمنه احسن اثمنه في السوق. لا، حنا كنبقاو نقلبوا على الجوده باش اللي دا حاجه يعاود يرجع عندنا مره اخرى. هذا هو البيع والشراء وهذا هو الكليان. كاين هذا هو المنتج الثاني، المنتج الرابع اللي هو هذا الفورنو، هذا العجيب، هذا الفورنو هذا كيتستعمل بزاف بالنسبه للناس. سير واحد شويه الفورنو هذا كيستعمل الناس بزاف بالنسبه للناس اللي كيبغيو يمشيو للخرجات، كيبغيو يديروا شي خرجه في البحر ولا في الغابه ولا في اي بلاصه. ها هو السيل ديالو زوين، انيق، كدير هنا ليه واحد الروشارج، راه كاينه عند دروغري موجوده، وعندنا حتى حنا الا بغيتوها راه تجيوها ان شاء الله تلقاوها. سالات لك البوطه مثلا، شي بلاصه ما فيهاش البوطه غاز نهائيا، بغيتي طيب شي حاجه غير بعيد عليك الكوزينه ولا في الصالون في السطاح ولا في شي بلاصه، يعني يكفي انك دي معك هذا للخرجات ولا للبحر تسخن فوقو، يعني بطريقه سهله وبسيطه. شي وحدين غير ساكنين غير بوحدهم، ولدك كيقرا برا مثلا ولا في شي بلاصه، ولا شي واحد خدام غير بوحدو في شي مدينه اخرى، يعني بلا ما كيشري بوطه تزيد عليه الفلوس وبزاف ديال الصير، يعني كيشري بوطه صغيره كيدير لها قرعه روشارجابل، او في الطريق كتكون في الطوموبيل كتبغي تسخن في شي بلاصه في شي منظر زوين، كتبغي تجلس تما وتكون عندك البوطه ديالك، سهله وبسيطه وامنه جدا. هذه كانت اخر ثمن ديالها 250 درهم بهذه الجوده، دابا درنا لها 199 درهم. هذا هو المنتج الثالث. المنتج الرابع اللي هو هذا المصلوح اللي داير ضجه في الانترنت، هذا سيراميك، تبارك الله ما شاء الله، كتصلح به وانت واقف، يعني كدير شويه الماء هنايا، اي حاجه، قميص، فوقيه، جلابه، عبايه، اي حاجه كتصلح به هذيك الحاجه واقفه، يعني بلا ما ديها عند المصبانه. هذه كتكون عندك في الدار ولا كديها معك حتى للسفر ولا شي بلاصه، مثلا الناس اللي كيقراو ولادهم برا في المدن الاخرى كيبغيو يصلحوا حوايجهم بطريقه سهله وبسيطه. ها هو مصلوح رائع جدا، داير 249، هادشي قلبوا عليه في المواقع غتلقاوه بثمن 249، حنا عندنا 199 درهم بجوده ممتازه. هذا ها هو المنتج الخامس. المنتج السادس اللي هو هذا السيبور، هذا اللي كتربحي به ليسباس في الطاجيرات، الثلاجه، لي بلاكار الوسط. ولافونتاج انه عنده هاد التويشيات هذا، تعلقي فيه اي حاجه بغيتي، مثلا درتي في الكوزينه تعلقي البابي، هما كما باينين في الصوره، هما الصور ديالهم هما باينين، وديجا هاد الشيء كامل كنحطوا لي فوتو ديالهم، يعني بالشرح كلشي لي فوتو وكل حاجه فيه كتجي، يعني حاجه ما غاديش تاخذيها غير على استعمال واحد، راه عندها بزاف ديال الاستعمالات، وهذوك الاستعمالات هما اللي كنحطوا الصور ديالهم في لاباج ديالنا، في هذا اللون هذا وفي هذا اللون هذا. ها هو البيض بالنسبه للناس اللي كيعشقوا البيض، ها هو هذا راه كان اخر 78 درهم، درنا ليه 49 درهم فقط. اثمنه جد مناسبه، بالنسبه للكاليتي اللي كنجيبو، اثمنه جد مناسبه. ان شاء الله راه غادي تجي وغادي تشوفوا بزاف ديال المنتجات، راه ما كاينش غير هادشي، كاين بزاف ديال المنتجات فري، ولكن اليوم حنا غنركزوا على هاد المنتجات هاد. قاتل الناموس السحري، هذا كاليتي جديده تبارك الله ما شاء الله، ماشي بحال اللي كاليتي اللي كانوا الاولين، هادو احسن منهم، في واحد الفونتيلاتور وفي واحد الضو تيشعل هنايا باش كيستقطب الناموس، صغير الحجم، كتسالي كتلقى الناموس مجموع هنايا بطريقه سهله وبسيطه. هذا كان 249، درنا ليه 199 درهم فقط. ها هو نوفا بريمير كاليتي تبارك الله ما شاء الله، منظم ديال لي سانتر، يعني منظم الملابس، كيجي في بيت نعاس، بيت ديال الدراري، كتنظمي فيه الحوايج، هنا كتحطي الاحذيه ديالهم مثلا الدراري،
فيه جوج ديال لي بول وكيتزادوا تنقصوا على حساب الطول اللي بغيتي. ماكسيموم ديالو 30 كيلو حيت كان العادي فيه غير 15 كيلو، هذا فيه 30 كيلو، يعني يهزلك حتى 30 كيلو بالرويد ديالو والفرانات ديالو. هذا كان اخر ثمن 240 درهم، درنا ليه دابا 199 درهم فقط ديال جوج، ديال جوج 199. المنتج السادس او السابع اللي هو هذا علاقه سحريه تبارك الله، كتشد مزيان، كتشد مزيان في الحيط، تعلقيها في الحمام، تعلقيها في الكوزينه، تعلقيها في بيت ديال الدراري، تعلقيها في اي بلاصه ترونسبارون. انا غنحل لكم وحده باش تشوفوها، ولافونتاج ديالها انها كتشد مزيان، وانا علقتها شخصيا في الدار. هذا مثلا عندكم شي حوت تقدر كتستنى، مثلا تعلق من هنا وتعلق من هنا، مثلا عندك شي ساريه ديال الحيط كوان او ساريه ديال الحيط كتكون هكا ريكتانغولار بحال هكا زاويه قائمه 90 درجه، كتعلق من هنا وتعلق من هنا. ولافونتاج ان هاد لاديزيف ديالها كيشد مزيان، يكفي تخليها غير واحد جوج سوايع ولا ثلاثه سوايع من بعد ما تتمسح الحيط مزيان، تحيد منه الا كان فيه شي غبره ولا شي ما ولا شي حاجه، من بعد كتحيد هاد اللصقه وكتلصقها بطريقه سهله وبسيطه، يعني كتعلق باي حاجه. هذه كتغنيك على الحفير الشنيون، الناس كيخسروا جليج بالحفير وكيبقاو يحفروا كيكون الدار غير كاريها ولا حتى الدار ديالو خاسر عليها الفلوس كيبغي شي يحفرها، من الاحسن كيدير شي حاجه اللي اوتوكولون وكتحيد، الا بغيتي تحيدوها راك تحيد. وهادشي ديال اللي كيلصق بلي فيساس كله عندنا، اي حاجه عندها علاقه كتعلق، مثلا تعلقي فيها سترابت فاطي في الحمام في الكوزينه كله غتلقاه ان شاء الله عندنا. حتى هذوك التويشيات اللي كيعلقوا الطابلوات وداك الشيء راه جبنا لكم شي حاجه سوليد هاي سكوتش دو فاس غليظه، تعلقي بها اي حاجه ثقيله هاي فيها 3 متر، يعني يكفي ديري واحد الطرف مزيان في القناه ديال الحاجه اللي بغيتي تعلقي، وخا تكون ثقيله شويه قد ما كانت كبيره وثقيله كتزيدي، كديري بزاف ديال الطروفه من هذا، كتقطعي وكديري كتقطعي وكديري، فهمتي. وهذا تيصلح حتى اللافابو، الدوره ديال لافابو ليفي كيداروا حتى ليفي تيديروا الدوره ديالو باش ما كيمنع تسرب الماء. 3 متر كان ب 150 درهم، درنا ليه ثمن جد مناسب 99 درهم فقط، فيه 3 متر. يعني كما قلت لكم هادشي اللي كيلصق كله راه تلقاو عندنا في المحل ديال توب ارتيكل بتشات من الليل وبسوق القريعه عن طبيعه الحال. والفضل تيرجع الله سبحانه وتعالى، حنا الجهد منا والنصر من عند الله سبحانه وتعالى، والفضل ايضا تيرجع لكم لانكم بالتشجيعات ديالكم بالتعاليق ديالكم وبالدعم ديالكم المتواصل ولي ميساج اللي تيجيونا يوميا، راه كنعرفوا الحمد لله انكم تخشوا في المنتجات ديالنا ومازال كاين الجديد. هادشي راه غير هادشي غير كنديبانيو به، مازال جيل جديد ان شاء الله، منتجات ديالنا حصريه جديده في السوق، شي حاجه اللي غادي تحل لكم المشاكل سواء في البيت في المطبخ الحمام. هذا منظم كيدار مثلا في لافابو، لافابو كيكون روبيني هنايا بهذه الطريقه هذه. هادشي كما قلت لكم الصور كله غتلقاوه في لاباج ديالنا، دخلوا لاباج ديروا جيم ديروا ابوني باش يبقى يطلع لكم الجديد، ديروا دي كومونتير تفاعلوا باش يبقى يطلع لكم الجديد ديالنا. كاين هنا الروبيني، هنا كتحط الصابونه ولا لي شامبو ولا اي حاجه بغيتي ديرو في الكوان، شي عندك شي كوان كديرو. واهم حاجه انه كيلصق بلا فيسات، تاو ها هو لوطوكولون ديالو، واحد من هنا والاخر من هاد الجهه هادي، ها هو كيلصق بحال هكا بلا فيسات بلا حتى شي حاجه، كيجي غير كونغولار زوين انيق، ما تحفر ليه ما حتى حاجه، حط لي برودوي ديالك الشامبان الباندوش اي حاجه مثلا كتستعملها في الحمام تقدر تحطها هنايا، وكتنظم الحمام بطريقه اللي سهله وبسيطه من طبيعه الحال. لاباراي هذه الشيشه ديال الخمله اللي كتحيدوا بها الخمله، مثلا اللي عنده الحيوانات الاليفه بحال المشاش بحال الكلاب في الدار مربيهم، كاين تيبقى هذيك الخمله ولا كيكون الناس انا الانسان خارج برا كيتلصق فيه داك الخمله ديال سميتو، كيكفي انه هاد البروسو كتحيد بها الخمله. اي حاجه سيرتو النوار، النوار كيبان فيه المارون فونسي، وهذه بروسة باش كتبروسي صافي كتعاود تولي جديده، فيها هذه وفيها الصغيره ديالها هاي حتى هذه تبارك الله زوينه وعمليه، جوج بياسات ها هي كانت ب 130 درهم، درنا لها 79 درهم فقط، 79 درهم، يعني اثمنه مناسبه للجميع وزيدون لا كاليتي بطبيعه الحال. بورت بابي الومنيوم بابي سيلوفان بابي ابسوربو، هذه منظمه كنظموا فيها ورق المطبخ، كنظموا فيها الورق ديال السيلوفان الومنيوم، كنظموا فيها الورق ديال
ديال الكوزينه، هذاك الترونسبارون السلوفان اللي كنغطيو به الاكل وكنلفوا به الاكل. هذا فيه ثلاثه ديال الحوايج، ثلاثه ديال الطبقات، وهذه كتزاد وتنقص على حسب العبار ديال اللي بغيتي. بالنسبه للناس اللي كيقول لك واش يخدم الرولو كبير، نعم يخدم الرولو كبير. الرولو كبير بلاصه هذا البابي ديال، غادير الرولو ديال الالومنيوم ديال 200 متر، فهمتي؟ بلاصه هذا الرولو هذا، حيت هذا الرولو كيكون عنده التويشيات ديالو بلا ما تحتاج تعلقو، كيكون هذاك السيبور اللي كتحطو فيه. هنا تقدر دير الرولو ديال بابي الومنيوم الكبير، حيت هذا كيتزاد وتنقص وكيجي الرولو كبير، كيجي ساهل في التقطاع ديالو. وهذه اينوكس، هذا هو لافونتاج ديالها انها اينوكس. تبارك الله ما شاء الله. ها هي غنوريها لكم عن قرب باش تشوفوها. ها هي كتركبها بطريقه هذه، كتركب هنا. ها هي بحال هكا، ها هي كتركب هنا، وهذه كتركب هنا بطبيعه الحال. ها هي باش كتزاد وتنقص على حساب العبار اللي بغيتو. وتبارك الله اينوكس كاليتي مزيانه، غتهنيك من التنظيم ديال بابي الومنيوم بابي سلوفان، وكتجي انيقه في المطبخ. اينوكس فيها المواسيك وفيها المنشار ديالها، كتجبد وكتطلع الفوق المنشار باش كتقطع القياس اللي بغيتي. ما تحتاج المقص، ما تحتاج مقص ولا حتى شي حاجه. والبابي الومنيوم كيكون اصلا هو خفيف دغيا تيتقطع، يعني السيدات ولاو عارفين ولاو ساهلين، يعني ولات الحرفه عندهم في يديهم ما شاء الله عليهم. كاين هذا الموديل هذا، وكاين ديال البلاستيك، اللي بغى ديال البلاستيك حتى هو راه كاين، كيبدا الثمن ديالو من 99 درهم حتى ل 150. هذا كيدير 250 درهم، حنا حسبنا لكم ثمن جد مناسب 199 درهم فقط، يعني اثمنه جد مناسبه بالنسبه للناس اللي بغاو يقضيو الغراض، بغاو حوايج زوينين يديرهم في دارهم، تويشيات واعرين عمليين، كتلقاهم في المواقع الكبيره، كتلقاهم برا. كاين اللي شحال من السيده كتوصي بناتها ولا عائلتها جيبوا لي داكشي من برا، داكشي راه ولا هنايا موجود وبثمن زوين زوين جدا. الناس ديال برا ولاو كيشريو من عندنا وكيديهم للبلدان الاوروبيه والخليج، بزاف ديال البلايص، اللهم لك الحمد. المهم نكملوا، كاين هذا المنتج هذا، هاد الطابيه هذه لافونتاج ديالها انها كتشرب الماء، هذه كتشرب الماء. يعني الناس اللي كيتوضاو بزاف في الحمام كيخليو الدنيا مرونه في الحمام، يعني كل مره السيدات كيبقاو يجفوا ويديروا بزاف ديال المجهود وبزاف ديال الوقت. هذا لافونتاج انه كيشرب الماء وما كيهبطش الماء من تحت. ها هما كيما تلاحظوا، يعني انسان خرج من الدوش ولا خرج من الوضوء ولا الحمام بصفه عامه، كيحط رجليه هنايا صافي كتنشف ليه رجليه، وفي نفس الوقت الماء كيبقى في بلاصتو. كتهزي هذه كتعصريها او كتنشفيها، كتشطوى كيطرى ليها والو، كترجعيها لبلاصتها ساهله دغيا 10 دقائق ربع ساعه كتنشف. كاين هذا اللون هذا وكاين هذا اللون هذا، هذه كانت اخر ثمن غتلقاوها في المواقع 199 درهم، وحنا درنا لكم غير 129 درهم فقط. وان شاء الله غادي ندير لكم لايف اخر في المواقع الكبيره بحال علي اكسبريس، وغنوريكم الاثمنه ديال هاد لي برودوي والاثمنه اللي عندنا مقارنه مع الاثمنه اللي عندنا والاثمنه اللي كاينين في المواقع حاليا مع هاد الزيادات اللي كاينين، حيت حنا ما زدناش في الاثمنه، خلينا الاثمنه القديمه. ومع ذلك دابا حاليا كاين الزياده ومازال غتزاد السلعه، ولكن حنا غادي نديروا مجهودنا باش يبقى الثمن هو هو ونحافظوا على لاكاليتي ديال المنتجات. كاين هاد التويشيه هادي سولونا بزاف الناس ديالها اش كتصلح، هادي كدار في لافابو فيها فونتوزات هنايا، كدير لها فونتوز هنا وفونتوز هنا، وكتلصق في لافابو ليفي هنا، كدير لك الزبل حشاك ديال اتاي ولا مثلا غسلتي الماء عند داكشي، وليو غادي يتبلوكا لك هذاك لافابو، كتلوحي هنايا هذاك الشيء اللي غسلتي كتلوحوه هنايا، كيجمع لك الزبل وبطبيعه الحال الماء كيهبط وتيبقى غير الزبل هنايا كتحيديه صافي، تيصفي صفاي ديال لافابو، كتسالي منه كتجمعيه من تبغي تستعمليه كديريه هنا. هنا تقدر دير لك الحلفه باش كتغسلي الماء عان، ديري برودوي، ديري صابونه مثلا بغى يغسل في يدو في الكوزينه، بغى يغسل يدو في الكوزينه ما كاينلاش، يعني شي حاجه منتجات تسهل الحياه، منتجات تسهل الحياه، هذا هو الشعار ديالنا دائما. وان شاء الله غنبقاو ديما كنخدموا في المنتجات اللي كتسهل الحياه وحنا السباقين فيها الحمد لله، اللهم لك الحمد بشهاده الجميع، وهذا توفيق من عند الله سبحانه وتعالى. كاين هذا الموديل هذا الشيته هذه سيليكون، هذه لافونتاج ديالها انها كتوصل الاماكن الصعبه اللي ما كتوصلهمش الشيته العاديه، ماشي بحال الاخرين الشيتات العاديين ديال 260 وديال 5 دراهم وديال 23 درهم، هذه سيليكون كتدخل، يعني كتقدر تدخل هاد الشعيرات ديالها البلايص اللي ما كتوصلهمش الشيته العاديه، اضافه انها ما كتشدش العفونه، وهذا هو اهم
حاجه علاش خصك تشري شيته ديال السيليكون، ان هذه ما كتشدش العفونه نهائيا. دير شويه جافيل ولا تيد ولا اي حاجه، واخا ما دير والو غير الماء تغسل بها ترد بلاصتها، ما عندكش المشكل. اضافه الى الشكل ديالها الانيق، فيها هذا اللون هذا، فيها البيض، فيها البيض وفيها حتى الكري. هاي هي الصوره ديالها، منتجات ديال تركيا تبارك الله ما شاء الله، لا كاليتي زوينه، ما فيهم لا ريحه لا والو تاع بلاستيك، يعني شي حاجه اللي تبارك الله زوينه وما شاء الله. وكاين هذا الشيته المعروفه اللي كنعرفوا احنا اللي كتتنا شحال هذه، ها هي حتى هي راه كاينه، اللي كيبغي هذه راه كاينه، وهذه راه عندنا فيها البريمير، يعني كاين ديال 13 درهم وكاين ديال 23 درهم شفتها مؤخرا، فهمتي؟ يعني هذه راه الكاليتي بروميير زوينه تبارك الله، ما تنا ما دير لك ريحه، ما تجمع لك عفونه، ما حتى شي حاجه. وشناوا راه كيصايبوا البروميير وصايبوا الدوزيام وصايبوا التروازيام وصايبوا الكاترجي على حساب انت وفلوسك. بغيتي حاجه مزيانه ها هي، بغيتي ختها راه كاينه، ماشي غير في الملابس، في الحوايج، في الفولارات، في الجلالب، في الالكترونيك، في اي حاجه بغيتي، هما اللي بغيتي يعطيو. بغيتي حاجه مزيانه حنا كنتفاوضوا معاهم، يعني كيقول لك بغيتي هاد البرودوي هذا ب 50 درهم يوصلك للمغرب، بغيتي ب 25 درهم يقولك خو. خليو الاستفسارات ديالكم، التساؤلات ديالكم، اللي عنده شي برودوي بغانا نجيبوه ليه ولا شي حاجه يصيفطوه لينا، خليه في لي كومونتير ولا يصيفطوا لنا عن طريق خاص، حنا نجيبوه ليه ان شاء الله. كاين هاد الشريط اللاصق هذا ديال الزليج ولافابو، الزليج هو عفوا ماشي ديال لافابو، ديال الزليج. وكاين الانسان اللي الناس اللي كيديروا مثلا صباغه اوني كيبغي يزوق بها الحيط، يعني مثلا اللور ديال التلفازه، الحيط اللي فيه لاصق فيه التلفازه، كدير ليه لون اوني صباغه وحده، وكتجي هذا الشريط اللاصق وكتغيبيه سواء على الفيرتيكال ولا اوريزونتال، افقي ولا عمودي، بطريقه سهله. ولا كدير بحال الدميعات، وحده طالعه وحده هابطه بحال البيانو، يعني كتديكوري نتايا لا شومبغ ديالك ولا بالذوق ديالك، ولا تعطيه للصباغ هو راه عارف شنو غيدير به، يعني يدير لك الديكور اللي بغيتي. ولا ما بين الزليجه والزليجه كيترسب هذوك الاوساخ اللي تيكونوا، ذوك الاوساخ كيترسبوا مع الرجلين، الناس كيدخلوا التراب من الزنقه وداك الشيء، يعني ما كاينش علاش تبدل الجليج كامل. كتغسل الجليج مزيان، كضرب واحد الجفيفه مزيان، كتنشفوا، كتجيب هذا الشريط اللاصق كديروا الفرق ما بين الزليزه والجليجه. لافونتاج كانه كتعطيك واحد الجماليه زوين، بحال بدلتي جليج جديد، يعني بتكلفه اللي هي بسيطه، شي دوز واحد 8 شهور 9 شهور عام، هي شري رول اخر وتعاود ديرو في لون اخر، حيت كاين الكري وكاين الدوري. بغيتي دير هو نيت راه كديرو هو نيت. هذا غليت شويه، وكاين الرقيق ديالو، الرقيق ديالو كان ب 120 درهم، حنا درنا ليه ثمن جد مناسب 79 درهم فقط، وهذا الغليط ديالو كان 150، درنا ليه 99 درهم، يعني جودة ممتازة ومنتجات اللي ان شاء الله غتلبي الحاجيات ديالو. كاين هذا الستيل هذا صاعقة الناموس الكهربائية، كما تلاحظوا شعلات الضوء، يعني كديرها في بلاصة مظلمة، أي حاجة عندها علاقة بالناموس ديرها اللي فيها هاد الأشعة فوق البنفسجية، ديرها في بلاصة مظلمة. علاش؟ باش كتسقطب لك الناموس، حيت كاين بزاف ديال الناس كيديوها كيديروها في بلاصة فيها الضوء، وبالتالي ما كتشد ليهم والو. علاش؟ لانهم كيديروها في بلاصه فيها الضوء، يعني خاصها تكون بلاصه مظلمه باش هذاك الناموس ما يبقاش يجي التليفون وجاي التلفازه جاي كيقرصك بالليل، يمشي لهاد البلاصه هذه اللي كيأثر عليه هاد الاشعه الفوق البنفسجيه. اون فوا كيوصل هنا اي حشره كتوصل هاي كتصعق مباشره، كان دبان كان اي حاجه كما بغى يكون نوعه. هذا عندها السيبور كتشارجا، عندها السيبور ديالها ها هي كتحط، بغيتو شي وحده كتعلق ها هي تقدر تعلقوها حتى هي تبارك الله ما شاء الله زوينه وعمليه. ها هي حتى هي كتشعل الضوء كتعلقوها فيما بغيتو، كما تلاحظوا اي بلاصه جات هنا شي ناموسه ولا دبانه باباها كتمشي، مشات فيها. هذا هو المنتج رقم 12 ولا مع 13، المهم ما بقاش عاقل على التلقين بزاف. منتجات اللي كتسهل الحياه. ندوزو حاجه اخرى، كاين هاد المنظمه هادي غادي يعجب بزاف ديال الامهات والسيدات اللي عزيز عليهم الخياطه، هادي رونجمون كديري فيها الخيوطه الالوان ديال اللي بغيتي، كديري فيها الفيليلات البراوات، كديري فيها الصدافي، كديري فيها الميترو، يعني هادي
هاد البونجه هادي اللي كديري فيها البراوات كتخبي فيها البراوات، يعني واحد الغونجمون ديال البريكولاج كما تنقولوا بريكولاج، قميجه تقطعات ليها الكوم، سروال، اي حاجه زيف، يعني باقي هذيك الحاجه غتخدم اوليو غديها للمعلم غيعطيك 20 درهم تخلصيه ولا 30 درهم. كاين السيدات اللي هذه هي الحرفه ديالهم وهذه هي الهوايه ديالهم، كيبغيو مره يصايبوا داكشي وكيبغيو شي باكطاج اللي يكون مجموع بحال هكا. وهذيك كاين واحد السيده شفتها دارت فيها الدواء، الدواء ديال الايام، فهمتي؟ عندك جوج أربعة خمسة ستة، واحد النهار ما كديرش الدواء، فهمتي؟ كدير الدواء ديالها هنايا ديال الاثنين ثلاث الاربعاء الخميس، المهم هي منظمه داكشي حيت الحاجه تقدر تكون خرجينها ولي واحد الحاجه. ولكن السيدات تبارك الله سيرتو في المغرب كيبدعوا كيبداو حاجه يخرجوا بزاف تاع الافكار. وهذه تحيه كاع للسيدات المغربيات من محل طوب ارتي. هذه الثمن ديالها 69 درهم فقط، كانت ب 99 درهم درنا لها 69 درهم. منظمه ديال القطاني والقطنيات تتهز 10 كيلو، العداس، الفول، الروز، اي حاجه كتجبد القياس اللي بغيتي كتحلقيها ولا تحطيها ديالها معروفه. بالنسبه للمبيد الحشرات وسرق الزيت، سيرتو هاد الايامات راه هجم بزاف سرق الزيت، هذا كترشيه في الجناب ديال الشراجم وكترشيه في الكادر ديال الباب ديالك اللي كيدخلك من الزنقه، فهمتي؟ يعني اي حاجه في الزنقه ما تدخلش، وهذاك الشيء اللي كاين لداخل كترشيه في الجناب ديالو، اي حاجه كانت لداخل كتموت واي حاجه برا ما كتدخلش. مي كتلقاي هضر هاد الجنب ديال مثلا الكادر ديال الباب كله كنرشوه من الفوق حتى لتحت، الشراجم كنرشوهم تما من الفوق حتى لتحت. لافونتاج ديالو انه كيقضي على الحشرات نهائيا، سواء كان ناموس ولا دبان ولا سرق الزيت، مرخص من طرف وزاره الصحه، اهم حاجه انه بيو، ها هو الشيء، وفعال 6 اشهر، يعني كيبقى يدوم معاك 6 شهور، يعني الصيف راه فيها 3 شهور ولا كاع 4 شهور، هذا كيدوم معاك 6 شهور، يعني كيبقى الفعاليه ديالو. جففتي ولا غسلتي الارضيات ولا داكشي عاودي رشيه، راه تبارك الله بيو وما كياثرش على اليدين وما فيش الريحه نهائيا. هذا كان اخر ثمن ديالو، هاد الاوريجينال 99 درهم، وكاين صايبوا عليه الكوبي ديالو، كاين اللي داير ليه 40 درهم، كاين اللي داير ليه 45 درهم، ولكن ما كيدير والو، هذا فعال ومجرب ونعطوك الكارونتي ديالو. اي سيده داتو من عندنا راه تبارك الله صيفطوا لنا لي ميساج وشكرونا عليه بزاف، 79 درهم فقط. كاين هاد العجلات آلات التصبين، هما هادو الجودة ممتازة، ماشي داكشي العادي، بلاتي نوريكم الموديل العادي باش تعرفوا الفرق ما بيناتهم، حيت بزاف ديال الناس لقاو دي برودوي اللي كيشبهوا لي برودوي ديالنا ولكن ماشي بحالهم، وحنا هاد الدور ديالنا حنا ندافعوا على لي برودوي ديالنا ونوريكم الفرق فين كاين. كاين هذا، شوفوا هاد لاكاليتي، هادي كتبان لك قاصحة، هادي كتبان لك رطبة، ها هي فونتوز كتشد مزيان باش كتمنع الاهتزاز وكتمنع الصوت باش ماكينة الصابون كتثبت بلاصتها، وما كدارش غير ماكينة الصابون، كدار أي حاجة عندها رجلين ولا بلا رجلين، مثلا إلا كانت فيها رجلين يكون أحسن باش كتهبط هنا وكتثبت الحاجة. هادي كانت آخر ثمن 150 درهم درنا لها 99 درهم بهاد الجودة، وهذا راه كاينين 20 درهم، كاين 25 درهم، كاين 49 درهم على حساب انت وجيبك، يعني بغيتي شي حاجه عاديه راه كاينه، بغيتي حاجه متوسطه راه كاينه. هادو المنتجات اللي كاينين دابا حاليا اللي عرضنا عليكم دابا في المحل، ما كاينش غير هاد المنتجات، كاين بزاف ديال المنتجات اخرين ان شاء الله غادي نديروا لكم دوره يعني خفيفه ظريفه على المنتجات اللي كاينين في المحل. هادو مساحة الدجاج، راه ديجا بارطاجينا الفيديو ديالها وبارطاجينا كاع الصور ديالها، مساحة الدجاج باش كتمسح الدجاج من دو فاس، من هاد الفاس ومن هاد الفاس بطريقة سهلة وبسيطة، فيها الكاليتي البروميان فيها العادية. هادو قاتل ديال الناموس والشنيولة بحال الموديلات اللي وريناكم قبيلة، ولكن هادو يعني اشكالات اخرين حيت كل واحد الشكل اللي كيبغي، وكاع مزيانين تبارك الله جربناهم، الكاليتي العادية راه ما كنجيبوهاش. كاين هاد ستيل هذا وكاين هادي، هادي تا هي كتشعل الطريقه اللي سهله وبسيطه، الكليمه صغيره، هذه كتبرد سيرتو هذا الفصل ديال الصيف كتكون الحراره للناس اللي مسافرين للمدن الجنوبيه كيبغيو هاد يعني ينعسوا بالليل، كتاثر عليهم الصاد سيرتو الناس الكبار والدراري الصغار. كدير هذه كدير فيها الماء، تقدر دير فيها شي ريحه كتعطر لك الدار ولا الغرفه،
وكتبرد لك اون ميم طو، يعني كتخرج لك البرد بحال الكليما بارد. تقدر تضربها في الحيط ولا تضربها في شي بلاصه اللي انت ما نعش فيها، وبالتالي كتستافد من هذاك البروده ديال هاد لاباراي، اون ميم طو ما كتضركش في الصحه ديالك. يعني كاين الناس اللي كيديروا الفرفاره وكيقابلوها مع وجههم، كيقابلوها مع ذاتهم شويه كيمرضوا. هذه لا، هذه ماشي بحال الفرفاره، هذه بحال الكليما لان كدير فيها الماء كتخرج لك البرد بارد. كاين بزاف ديال المنتجات اخرين ان شاء الله اللي غتنال الاعجاب ديالكم. بولات ليد كيشعلوا بالنسبه للناس اللي عندهم الظلمه في تحت لي بلاكار، ولا مثلا في شي بلايص يعني ما بغاش يدوز لهم انستالاسيون ديال الضو ولا شي حاجه، يكفي انك يدير هاد البولات هادو. بالتيليكوموند بالحجر كاين هاد السيل هذا فيه الالوان. القطاعات ديال الخضار اللي كيسهلوا، يعني اللي كيديروا بزاف ديال الموديل مداير مربع طويل، بزاف ديال التحضيرات كتاخذ الوقت، يعني خاصك الموس وبدا تقطع داك الشيء، هذه كتحطي الحاجه وكتهبطي عليها كتعطيك الحاجه مقطعه. بزاف ديال المنتجات ان شاء الله اللي غتنال الاعجاب ديالكم. لي هاشوار ديال روشارجابل هما فيهم ديال الخيط، هادو ديال الخيط هما هادو، هما ديال الخيط، وكاين روش اللي ديال الضو هما هادو. وان شاء الله واحد اليومين غادي يكونوا عندنا موديلات اخرين واعرين حتى هما. منتجات ديال السيدات هادو ديال لازاله الشعر، هذه اللي كتحيد الجلد الميت من الاقدام، هذه اللي كدار في القوامج لي شوميز ولا لي بول باش ما كيبينش داك العرق اللي كيعرق الانسان، يعني كيبقى الشوميز نقي، سيرتو الانسان اللي كان عنده المناسبات، كان في شي رينيون ولا كان في الخدمه ولا كان في شي حاجه. كاين هذه زياده الطول وكتحمي الاقدام من التشقق. المنتجات ديال السيدات كاملين راه كاينين عندنا. منتجات ديال المطبخ تما بالانواع ديالهم، تيو ديال الماء اما بالنسبه للصيف كيبغيو الناس يرشوا الجرده ديالهم لي بلون ديالهم في السطاح، بزاف الحوايج كاين ديال 45 متر وكاين ديال 15 متر حتى هو. منظمات بصفه عامه، ادوات المطبخ اما كل شيء تبارك الله، كاين منتجات واعرين واعرين بزاف. ان شاء الله كل فيديو وكل لايف غادي نديرو لكم يعني منتجات اللي لاش كتصلاح، وغادي نذكروا بهم يعني كل حاجه. كاين بزاف ديال السيدات كيقول لك هذه لاش كتصلاح، حنا هنا الدور ديالنا باش نشرحوا لك كاع لي برودوي، ومن طبيعه الحال تاخذي فكره على المنتجات. لي ساشي سوفيد 50 60 باش كدير فيها مانطا كبيره، كتهز مانطا كبيره كتربح بها لاسباس في الخزائن والبلاكارات. المنظمات هادو ديال القطاني اللي كتلصق، وهذه اللي كدور. برميل تاع الزيت اينوكس، بالنسبه للناس كيديروا بغيو برميل ديال الزيت، كيديروا كيبغيو يخبيو الزيت بلاصه مظلمه ونفس الوقت تكون اينوكس بالروبيني، ياخذ القياس اللي بغى. يعني تبارك الله ما شاء الله، ماشي هذا الشيء اللي كاين، كاين بزاف ديال التويشيات اخرين، اكسسوار الحمام. هاد المنظمات هادو تاع لي بلا ديال البالكونات باش كيسترو لي بالكون والسطوحه، يعني تعطي واحد الجماليه زوينه وكتزاد تنقص على حسب العبار اللي بغيتي. الميني اسبيراتور باش كتحيد هذوك الغبره والتراب اللي كاين في لي كوليس ديال الشراجم. كرسي تيتجمع، يعني النشارات بالانواع ديالهم الاشكال ديالهم. الطابليه اللي كنبارطاجيش معاكم لي فوتو ديالها اللي فيها الفوطات في الجناب، يعني كاين بزاف ديال لي برودوي ان شاء الله غادي ينالوا الاعجاب ديالكم. وحاولوا تدخلوا لاباج بتشوفوا يعني لي فوتو وكل حاجه لاش كتصلاح. اي سؤال اي استفسار حطوا لنا لي كومونتير ديالكم، صيفطوا لنا عن طريق الواتساب، حنا راه كنجاوبوا على جميع التساؤلات ديالكم ان شاء الله. وبالنسبه للناس اللي كيسولوا على ليفغيزون، راه عندنا ليفغيزون سواء في كازا سواء خارج كازا. خارج كازا غادي تسكرين شوت، غادي دير كابتشور ديكرون ديال هذوك لي زارتيكل اللي بغيتي، ولا تانغوجستري لي فوتو ديالهم، غتصيفطهم لنا في الواتساب، غادي نعطوك التوتال ديال المجموع، غادي نديرو معاك امتى غادي توصلك لا كوموند. يعني ماكسيموم خارج كازا 48 ساعه كتكون لا كوموند عند الناس، بالنسبه لكازا 24 ساعه كتكون عندنا. يعني الامر ساهل، سكرين شوت كاع الناس اللي كيبغيو يجيو حتى هما بغاو دي برودوي هنا، شافوا عندنا دي برودوي، يحاولوا ما امكن يديروا سكرين شوت الموديل وصيفطوه لينا عن طريق الواتساب، ولا كيجيو المحل كيقول لك اعطيني هذه اعطيني هذه، كيسهل عليه وسهل على فريق العمل. شكرا بزاف لكم. يعني المنظمات راه ما ذكرناهمش ديال الخضر، هذاك الشيء الواعر اللي كيتحل، ها هو منظمات فيهم ديال ثلاثه الطبقات وفيهم ديال اربعه الطبقات، ها هما كاين هادو اللي كيتجمعوا تا هما. هادو اللي كيجيو فوق لافابو تا هما راه كاينين، شباكي ديال الماء عند كيجيو فوق لافابو باش كتسطر فوق لافابو مباشره. يعني كاين بزاف ان شاء الله التويشيات واعرين. لاباج
محل توب ارتيكل تشط من الليل، وان شاء الله نتلاقاو في اللايف الجاي محل توب ارتيكل بسوق القريعة بطبيعة الحال. كان معكم امين فريق عمل توب ارتيكل، والسلام ورحمة الله تعالى وبركاته.